اتفاق بين الطرفين، الطرف الأول الشيخ أحمد مصطفى من آل الشيوخ، الطرف الثاني إسماعيل الجادر من آل الجادر. بنود الاتفاق: عاهد الطرفين بقبولهم للحكم الشرعي. 2، على الطرف الأول تسليم القاتل للمحكمة الشرعية. 3، على الطرفين سحب المظاهر المسلحة من شوارع المدينة. 4، تفريغ جميع المقرات الثورية والمعبر لصالح كتيبة حفظ النظام اللواء التوحيد مع شرعيان لإدارة المدينة، ريثما يتم تشكيل هيئة جديدة لإدارة المدينة وشؤونها بحضور الشهود عبد القادر الصالح، العميد أديب الشلاف، ياسر الكرز، هاشم إسماعيل. وهلا راح يتم التوقيع. تفضل. أبو عبد الله وينه؟ قتل أبو عبد الله. أبو عبد الله. لا. مشرف. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. شكر فيك يا بشار، ما رح نتخالف. شوف شغلت يومين كانت الأمور محلولة. وهلا معبر السلامة راح نطرق لنا فيه كم صورة جرابلس، معبر جرابلس على طول استولى عليه النظام. خلاف بسيط بين الأخوة بصير خلاف، هذول الأخوة الطرفين كل صالح وما في شيء وراح